بسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة. مرحبا بهذا الحضور الميمون والمشرف، فلو علم الميدان بمن أتى لوقف وباس موضع القدم. هكذا متابعينا الكرام في كل مكان، ترحيبنا الدائم بأصحاب السمو الشيوخ، وترحيبنا بكل الحاضرين، وترحيبنا بمشاهدي قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وترحيبنا أيضا للمتابعين عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لهذه الأحداث. انطلق أول أشواطنا في هذا المساء، وأربعة أشواط رئيسية سوف تكون حاضرة بصوت زملائي المعلقين. بداية مع ضيفنا العزيز من ميدان الشهيد من دولة الكويت الشقيقة عادل بن عزيز المطيري، وله الكلمة فليتفضل. مشكورا. شكرا لزميلي نايف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان، تنطلق أشواط الختام بداية الخير والمحبة مع انطلاقة أول أشواطنا بهذه التحديات من ميدان الوثبة عاصمة الميادين. تنطلق الآمال والطموحات، ينطلق شوط الدرع، تنطلق المنافسة مشاهدينا متابعينا الكرام بجائزة زايد الكبرى للتراث. تنطلق الثنايا القعدان بهذه المنافسة القوية وهذه المشاركة الفعالة. من يشارك بهذا الشوط؟ سلهود، شجاع، شامخ، بشر، نجد، شاهين، وسام، هيمان، لطام، والساعي، شاهين، شاهين، ارسال، ومعاند. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، 14 شعارا يشارك بهذه المنافسة وهذا الانطلاق الكبير. اذا نسير مع المركز الاول، الساعي هو من يقود هذه الانطلاقة. الساعي للدرع يشارك مع المركز الاول لسمو شيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الجنيبي، يتابع انطلاقة الساعي على المركز الأول. يليه مباشرة المركز الثاني، هناك وسام مع المركز الثاني لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري، هو من يحتل المركز الثاني بهذا الشوط. المركز الثالث يصل الشجاع، الله يا الشجاع، مع المركز الثالث. أو هناك شامخ، شامخ مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير، هو من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا
متابعينا في كل مكان. هناك اللي وصل مع المركز الرابع، سلهود هو من يحتل المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، لهجن الرياسة وحمدان بن عوض بالكيلة يتابع انطلاقة سلهود على المركز الرابع. المركز الخامس يصل مشاهدينا الكرام، هيمان مع المركز الخامس اللي اسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميتي هو المتابع مع انطلاقة هيمان. إذن الخمسة المراكز الأولى، نداؤنا الأول للخمسة المراكز الأولى مشاهدينا متابعين الكرام المتواجدة التي تتنافس بهذه الانطلاقة وهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. إذن هذه الانطلاقة، وهناك من غير على المركز الأول مشاهدين الكرام. الله يا وسام، وسام مع المركز الأول لهجن الرياسة هو من يحتل مقدمتي وانطلاقي المركز الأول. هناك وسام القائد لهذه الشعارات مع المركز الأول بهذه التحديات وهذه الإثارة. هناك المقدمة، هناك الصدارة، وسام لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصور يا المستحيل. الشوط شوط الدرع، هناك الانطلاقة وهناك المركز الثاني. يصل الشامخ مع المركز الثاني لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سعيد بن راشد بن غدير المحنك، أيضا يشارك ويتابع هذه الانطلاقة مع المركز الثاني. غير الشامخ على المركز الأول، شامخ بأدائه الجميل والمتميز مشاهدينا متابعينا الكرام. وسام مع المركز الثاني لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري هو المتابع لانطلاقة وسام على المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، سلهود مع المركز الثالث لهجن الرياسة وحمدان بن عوض بالكيلة اللي يتابع انطلاقة سلهود مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل هيمان، هو من يحتل المركز الرابع لاسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميتي، يتابع انطلاقة هيمان على المركز الرابع. المركز الخامس، الله يا شجاع، الشجاع مع المركز الخامس، وأول نداء للشجاع اللي يحتل المركز الخامس لهجن الرئاسة وراشد بن بخيت بن مقارع المري اللي يتابع انطلاقة الشجاع على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الخمسة المراكز الأولى بهذا الشوط التي تألقت وانطلقت من الثمانية كيلومترات. الله الله الله، قطعنا الأربعة كيلومترات الأولى وما تبقى إلا الأربعة كيلومترات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، عن نهاية هذا الرمز، الرمز الغالي. هناك المقدمة وهناك الشامخ مع المركز الأول لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم اللي يحتل المركز الأول، وهناك سعيد بن راشد بن غدير المتابع المحنك لهذا الشعار على المركز الأول. والشوط شوط الدرع، شوط الدرع مشاهدينا متابعينا بكل مكان. هذه الانطلاقة وهذه التحديات، هذه المشاركة القوية بالفعل لشعارات أصحاب السمو الشيوخ المشاركين بهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. إذن لازلنا نتواصل مع المركز الأول ومقدمة الشوط، لا زال الشامخ شامخ مع المركز الأول لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب. وجسر العبور، جسر العبور، بدأنا نعبر جسر العبور مشاهدينا
متابعينا بكل مكان، هناك شامخ مع المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير يتابع أيضا هذه التحديات. أنتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وسام مع المركز الثاني لهجر الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصور يتابع أيضا هذه التحديات. أنتقل مباشرة مع المركز الثالث، الله يا الشجاع، اتحرك الشجاع مشاهدينا متابعينا بكل مكان لهجن الرياسة وراشد بن بخيت بن مقارح المري مع المركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء المركز الرابع يصل سلهود لهجن الرياسة وحمدان بن عوض بالكيل مع المركز الرابع. المركز الخامس هيمان هو من يتواجد مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس، وهناك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان وجمعة بن عتيق الرميتي يتابع انطلاقتي هيمان مع المركز الخامس. إذن أعود مع الصدارة، أعود مع المركز الأول، أعود مع المقدمة. هناك من غير وسام على المركز الأول بهذا التحدي، بهذه الإثارة، بهذا التواجد المتميز، وهناك المستحيل مع المركز الأول. انطلق وسام من هذه اللحظات، من هذه الموقع ينطلق وسام مع المركز الأول لهجن الرياسة وراشد بن محمد بسم المنصاري مع مقدمة الشوط. مع هذا التحدي بدأت التعليمات مع انطلاقة وسام، لكن شامخ مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعيد بن راشد بن غدير يتابع المحنك مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصل الشجاع مع المركز الثالث لهج الرياسة وراشد بن بخيت بن مقارح المري مع المركز الثالث والمركز الرابع. هناك سلهود لهج الرياسة وحمدان بن عوض بالكيلة، لكن أعود مع مقدمة الشوط، مع الصدارة، مع المركز الأول. الله انطلق وسام مع المركز الأول، وهنا شوط الدرع، شوط الرمز، شوط الرمز الغالي. ها هو مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق وسام من هذه اللحظات، من هذه المنافسة، بهذا التحدي الكبير. انطلق مع هذه المنافسة القوية. لا زال وسام محافظا على الصدارة، محافظا على هذا الأداء الجميل. الكيلو متر الأخير المتبقي عن نهاية الشوط، نهاية هذا المطاف، نهاية ناموس الشوط. الدرع مع المركز الأول، الله يا الحمر، الله يا الخطر، عبر مشاهدينا الكرام هذا الشعار مع المركز الأول. وهناك المستحيل الذي لا يعرف المستحيل. سلام وتحية لهذا الشعار، شعار هجن الرياسة المتألق في مساء هذا اليوم. تهانينا وألف مبروك لهجن الرياسة على المركز الأول وأول المتحدين وأول الرموز. يذهب مع شعار هجن الرياسة المحققين لهذا الإنجاز الرائع والمتميز. تهانينا وألف مبروك لهجن الرياسة على فوز وسام بالمركز الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن، يصل بحفظ الله ورعايته معلنين الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك لهجن الرياسة على فوز وسام في المركز الأول. وفي هذه اللحظات يصل إلى خط النهاية، وهناك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا، الدرع يذهب مع وسام، الدرع يذهب مع شعار هجن الرياسة. تهانينا وألف مبروك لهجن الرياسة على فوز وسام في المركز الأول. المركز الثاني شامخ من وصل في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الثالث الشجاع لهجن الرياسة. المركز الرابع مشاهدينا الكرام هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. المركز الخامس وكان من نصيب مبشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا مشاهدينا متابعينا بكل مكان، تهانينا لهجن الرياسة.
وتهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري على فوزه وسام في المركز الأول، وتهانينا وألف مبروك وحصوله على الرمز الأول بمساء هذا اليوم. توقيت الزمني لحظة وصول وسام إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بهذا الشوط. ننتظر التوقيت الزمني لحظة وصول وسام الحاصل على الرمز الأول بمساء هذا اليوم. تهانينا وألف مبروك لهجن الرياسة على فوز وسام في المركز الأول وحصوله على المركز الأول. توقيت الزمني من مخرجنا لحظة وصول إلى خط النهاية، ها هي لحظة وصول وسام إلى المركز الأول. تهانينا وألف مبروك. 12 دقيقة 25 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة بفوز وسام في المركز الأول. المركز الثاني وكان من نصيب شامخ لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، قطع المسافة بتوقيتها الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 12 دقيقة 33 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وكان من نصيب لحظة وصول الشجاع مع المركز الثالث. إذن مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس للفائزين بهذا الشوط. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه